بعد تخفيف إجراءات كورونا يستعيد المسلمون في معظم البلدان العربية عادات وتقاليد عيد الفطر وسبل الاحتفال به، وقد أدى ملايين المسلمين من حول العالم صباح اليوم صلاة العيد في ظل تخفيف القيود مع تراجع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس. فكيف بدت أجواء العيد في منطقتنا؟ وهل استعادت الحياة زخمها في مرحلة ما بعد الوباء؟ ضيفتنا من القاهرة الليلة الاستشارية النفسية والاجتماعية الدكتورة رشا الجندي. دكتور رشا، أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار، وكل عام وأنت والعائلة بألف خير. تابعت هذه الصور الجميلة اليوم، صور الاحتفالات بعيد الفطر، إلى أي مدى تعكس هذه الصور بأنه انتهى الفيروس وعدنا إلى الحياة الطبيعية؟ عيد حضرتك مبارك. شكرا. حضرتك وكل السادة المشاهدين، وربنا يجعل أيامه خير علينا كلنا. أنا عايزة أقول لحضرتك إن إحنا في مصر وكأن الناس يعني أول عيد بتعيشه في حياتها من الفرحة والسعادة، لأن هما الناس كانت محرومة كذا سنة من طقوس العيد، فكانوا حتى بيرددوا دايما كلمة، حتى خصوصا الشباب يقولك ما بقيناش بنحس بالعيد زي زمان، كان بسبب الإغلاق. وعايزة أقول لحضرتك إن يعني لما بنقعد كده نتأمل إحنا في علم النفس وعلم الاجتماع، بنشوف إن الخطوة اللي حصلت دي خطوة حلوة ومفيدة ومهمة، لأن لو كان استمر الإغلاق أطول من كده كان هيسبب مشاكل. يعني احنا دايما نقول في دايرة كده الإغلاق، في الدايرة بتاعته نفسيا واجتماعيا، ان التباعد الجسدي بيسبب تباعد حسي، والتباعد الحسي زي ما بنقول كده بالعامية المصرية، البعيد عن العين بعيد عن القلب. هي بطبيعة الحال دكتور رشا مفيش تلامس. العيد هو اللمة، هو الجمعة كما نسميها بالعامية. لكن إن كنت أتذكر جيدا كنت ضيفتي في خضم هذه الأزمة وكمان بفترة العيد، وتحدثنا وقتها عن ضرورة الاحتفال عبر يمكن مواقع التواصل أو عبر التطبيقات اللي بتتيح لنا أنه نرى بعضنا ونحتفل مع بعضنا حتى لا نفقد معنى العيد. اليوم مش طبيعي نرجع نشوف الناس بهذا الشكل يحتفلون بهذه الطريقة، يرجعوا يلتقوا ببعضهم، لأن البعض حتى خايف من إعادة انتشار الفيروس من جديد. ما أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا وقتها كنا بنحاول ندي بدايل للناس علشان ما يتأذوش نفسيا من التباعد، لأن كنا مجبرين على ده، لأن كان لازم يبقى فيه تباعد. لكن دلوقتي الحمد لله الأمر اتحسن كتير جدا، وإلا ما كانوش الحكومات فتحوا للناس، ما كانوش قللوا الإجراءات الاحترازية، فبقى فيه تطعيم، وبقى فيه مفيش الخوف اللي كان موجود عندنا الأول، لأنه ما بقاش مجهول، بقى فيه علاج، بقى فيه أعراض إحنا عارفينها، بقى الواحد يقدر حتى يعرف نفسه إنه هو لأ ده جات له أعراض كذا، فيروح يطمن على نفسه. فبقى اللي بيجيله حاجة هو من نفسه بيعزل نفسه شوية ويستخدم البدايل، وبقيتي خلاص بتقدري تعرفي من الأعراض. صحيح. بيبقى واضح الإنسان اللي عليه العلامات، بنستخدم معاه البدايل. لكن الناس الكويسة اللي معلهاش أعراض ما ينفعش نقول لهم خلاص احرموا نفسكم نهائيا، من النقطة اللي قلت لحضرتك عليها، عشان ما يحصلش جفا بس ما بين أفراد المجتمع في المستقبل. طب دكتور رشا، بالعكس دي حاجة جميلة جدا. الحجر الصحي، اعذريني على المقاطعة، حابة يعني أغوص معك في تفاصيل كثيرة. الحجر الصحي اللي عشناه خلال الفترة الماضية كان له تبعات نفسية واجتماعية خطيرة جدا على الأسر. اليوم بمجرد عودة الحياة إلى طبيعتها، هل تختفي هذه التأثيرات أم أنه يجب الاستمرار بمعالجتها لفترة ما؟ ما هو الحجر الصحي اللي عاشه واللي جربه، يعني مثلا بيفرق كتير جدا من إنسان أصيب بالفعل بالكورونا أو جرب العزل أصيب بيها قوية أو سببت له مشاكل، من إنسان ما جاتلوش خالص، لأن في ناس سبحان الله ربنا حفظها السنين دي كلها ما جاتلهاش كورونا خالص. فأكيد اللي جاله
يعني اكيد درجه ان هو يعني يرجع تاني للموضوع لا، اكيد هياخد احتياطاته بالشكل اللي قلت لحضرتك عليه، يعني هيخاف اكتر، هيبقى واخد حرصه اكتر. لكن اللي ما جاتلوش خالص يعني مش هيكون بنفس درجة الخوف عند زي اللي جاله يعني. فإحنا بس مش عايزين إن إحنا يعني نخوف الناس قوي، هو بس النقطة الأساسية في الموضوع إن إحنا ما زالت الكورونا موجودة، مش اختفت تماما، ولكن هي أخف تأثير نفسي علينا علشان اتعرف ليها علاج وطريقة وبروتوكول وطريقة بنتعامل بيها، ما أصبحتش مجهولة. يعني ما بنحكي بس بناخد لازم بالنا من دكتورة رشا عن نتائج نفسية واجتماعية نتيجة هذا الفيروس، يعني نتيجة العامين يمكن اللي عشناهما. وبالتالي هنا السؤال، مش لازم نحكي، هو مش لازم نحكي، لأن أنا شايفة أن التأثير إيجابي أكتر منه سلبي. الناس عرفت قيمة حاجات ما كانتش عارفة قيمتها، وعرفوا قيمة بعض في أنواع من البشر، قربوا من بعض كمان أكتر، لأن عرفوا قد إيه لما اتحرموا من بعض إن دي حاجة مش حلوة. فهو بالعكس التأثير كان إيجابي أكتر، والناس خدت ثقافة وحاجات عن الأوبئة وطريقة التعامل معاها حلو. لكن ليه الناس فجأة انفتحت؟ ما صدقت الأمر اتفتح، لأن في ثقة، في ثقة في اللي بيتخذوا القرارات. فطالما اتخذوا لهم قرار في أي دولة أيا كان هم جنسيتهم إيه، طالما الدولة بتاعتهم اتخذت قرار بالفتح، يبقى هي الدولة بتعمل لمصلحتهم، ففي ثقة، فهم رايحين مطمنين. وفي نفس الوقت بيقولوا لهم اللي عنده أعراض ما يتعاملش. والناس وصلت لدرجة من الثقافة والوعي إن لو في حد عنده أعراض مش محتاج الدولة تقوله، لكن مش محتاج إعلان يجي. إذا دكتورة رشا طلب من الناس من جديد أن تعود للإغلاق وللحجر الصحي، هل تتوقعين إنه الناس باتت يعني مجهزة لذلك مرة جديدة أو جاهزة لذلك مرة جديدة؟ الناس العادية اللي ما عندهاش مشاكل، يعني مثلا انت في المجتمع في فئات، الاطفال، كبار السن، وفي نوع حتى من الناس بخلاف المرحلة العمرية. ناس مثلا انت عندك حضرتك فئات عندها مشاكل نفسية، فئات بتاخد أدوية، فئات تانية مثلا عندها زي التوحد. التوحد ده في البالغين نسبة النص منه بيبقى عندهم اضطراب القلق. فهو بس الخوف بيبقى على الفئات اللي زي دي، ان هي تفقد الـ 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 الامل او ترجع بيحصل لها انتكاسة. فبنقول اللي حواليهم لو هم الفئات دي حواليها ناس يعني بتعرف ازاي تتعامل ان هي ترجعهم للموضوع تاني من غير قلق، هيمر الموضوع بسلام، ودول بيبقى عليهم الخوف اكتر. لكن بالنسبة للناس العادية لا، الناس خدت زي ما بنقول كده حضرتك ضد الصدمات. فرق كبير قوي لما تمري بالحاجة لأول مرة في حياتك، بالعكس بيبقى خوفك اكتر، قلقك اكتر. بس لو لا قدر الله حصل غلق تاني، لا بالعكس الناس هتواجه بشكل. هو كان مجرد سؤال دكتور رشا، وان شاء الله الموضوع لا يتكرر ابدا. شكرا جزيلا على المشاركة، ومجددا كل عام وانتم بالف خير. من القاهرة الاستشارية النفسية والاجتماعية الدكتور رشا الجندي. بالصحة والسلامة.